عادل إمام هنا، أنا مؤسس شركة NDP ومنتج منفذ لأعمال الهولوجرام. فكرة الهولوجرام إجت من تجربة خطها بعام 2013 مع إعادة إحياء كان لأم كلثوم لفترة قصيرة كانت 6 دقائق. بس من وقت العرض هذا صار في عندي خلينا نحكي تركيز وتوجه بتطوير هاي التكنولوجيا لاستخدامها خلينا نحكي في صناعة تجارب مرئية زي اللي احنا عم نشوفها اليوم. لأنه الهولوجرام بالنسبة لي أنا شخصيا هو خلينا نحكي هي التطور اللامحالة رح نوصل له بالتكنولوجيا البصرية. اليوم المحتوى اللي احنا بنستخدمه وبنشوفه بموبايلاتنا او بالتلفزيون او بكافة الاوجه، مرحلة معينة الهولوجرام رح يسمح له يكون معانا جزء من الواقع اللي احنا عايشين فيه. عمالقة الفن في العالم وليس في العالم العربي، وهي تعتبر كمان هرم من أهرامات الموسيقى العربية. في بداية المشوار لما قررنا ننتج عمل فني لفنان قدير، كان الاختيار طبعا واضح أنه أم كلثوم، لأنه هي حجر الأساس اللي ولدت الثقافة الموسيقية اليوم بين إيدينا. أنا من الأشخاص اللي عاشروها وكنت أسمعها بفترات معينة وأنا صغير بالعمر، وكان عندي حب فضول أشوف هاي الفنانة ليه خلقت هذا النوع من الارتباط مع جمهورها. فالاختيار كان الحمد لله ناجح، يعني معرفتنا فيها والبحث اللي عملناه من وراء شخصيتها كمان خلانا نتعلق فيها بزيادة أكثر. يعني خيال صراحة، الجمهور المغربي صراحة لا يفشل عن يعني مفاجأة الناس. احنا جينا طبعا في عنا تردد كان أول شيء، لأنه كنا خايفين من الجمهور المغربي، لأنه جمهور ما شاء الله يعني موسيقيا جدا راقي يعني وعنده زخم موسيقي صحيح. فبالتالي كان عندنا خوف هل يتم انتقاد العمل أو ما يتلقى إعجابهم، بس تماما اللي صار بالعكس. يعني شفنا طاقة إيجابية، شفنا تفاعل، شفنا عدة أجيال. يعني إحنا كنا متوقعين الجيل اللي يجي على الحفل هو من الجيل الكبير، تفاجأنا أنه معظم اللي جايين هم من الشباب والبنات الصغار وحافظين الكلمات. فهذا إن دل على شيء بدل على كمان على نضج الجمهور المغربي فيما يتعلق بالإرث الموسيقي. يعني نعم، في توجه حاليا لإنتاج عمل لفنان مغربي العام القادم في موازين العام القادم. لا خليها سر، مش رح نحكي. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.